الجميع. بالظبط. طيب القصة بقى ماشية ازاي، او الموضوع عندنا ايه دلوقتي؟ احنا خلصنا كده لو نفتكر مع بعض الاسبوع اللي فات، كان عندي حاجة اسمها الايه، كنا بنقفل مع بعض الرياكشن اون فريمز، تمام كده، وفهمنا مع بعض الفرق ما بين الفريم وما بين الكاميرا العادية. ان انا عندي قبل كده طبعا في المرات اللي فاتت كنا بناخد الرياكشن اون بيمز، وفهمنا ان الرياكشن على الكاميرات ده بيعتمد زي ما قلنا على ان انا بشتغل في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه الافقي فقط لا غير، لان الكاميرا كنت ايه بمثلها بخط، وبمثل السبورت اللي عندي بشكله ايا كان انواعه، اذا كان فيكسد او هنجد او رولر، تمام كده. اتفقنا مع بعض على القصه دي، قلنا الفرق ما بين البيمز والفريمز كلها القصه في اني بمثل في الفريم بشتغل على بعدين. قال لك ايه البعد التاني اللي بيخش معاك؟ كده كده قلنا الفريم هو عباره عن كاميرا واقفه على اعمده. قال لك بس الاعمده هنا بتمثل، دكتور يا ريت نقفل مكتوبات المايك من فضلك، اي حد فتح المايك يقفله. طيب ففهمنا كده مع بعض ان القصه ايه، كان الفرق ما بين الكاميرات والفريمات او الاطارات يعني ان هي عباره عن كاميرا والاعمده بتمثل بشكلها. طب العمود ده زي ما اتفقنا مع بعض، الكاميرا انا مثلتها ببعد واحد اللي هو عباره عن خط اللي هو كاني شايف قدامي يعني خط في الاتجاه الافقي. طب العمود هنا يمثل باني شكل او باني بعد ليه؟ فقال لك بيمثله بالبعد مين؟ الراسي اللي هو ارتفاع العمود، تمام كده. ففهمنا مع بعض ان الفريم اصبح بيبان عندي بشكل ايه، العمود او الكولوم بتاعه بيبان ايه بالشكل اللي موجود عندك. اتفقنا مع بعض، هي نفس القصه ما عنديش فيها اختلاف، بتطبق نفس معادلات الاتزان بتاعتك سيجما الاف اكس سيجما الاف واي سيجما المومنت عند اي سبورت او انترميديت هنج سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال بيساوي مين؟ كل ده بيساوي الزيرو. من خلال المعادله المناسبه اللي بتختارها بتبدا تحدد زي ما قلنا انا هشتغل باني معادله، احدد عدد المجاهيل وابدا اشوف اني معادله فيها النون واحد، وهي دي اللي دايما ببدا ايه بيها، وتباعا بيجي مجهول في الثاني في الثالث في الرابع لحد لما بخلص مين المساله ايه بتاعتي. اتفقنا مع بعض الكلام ده زي ما قلنا حاصل بالنسبه للايه للبيمز وحاصل بالنسبه للايه للفريمز، تمام كده. ده كان شابتر ايه 1 وشابتر 2. النهارده بنبدا مع بعض شابتر 3، حاجه اسمها الانترنال فورسز اون بيمز. يعني ايه كده لو جينا نترجم الكلام ده؟ قال لك الانترنال فورسز اون بيمز معناها القوه الداخليه للكاميرات، تمام. تيجي تقول لي قوه داخليه يعني ايه؟ انا مش قادر اتصور او مش قادر افهم ايه فكره القوه الداخليه دي. قال لك طيب لو جينا سي مثلا عندنا ده شكل الكاميرا اللي موجوده في الحقيقه يا جماعه، عندي الكاميرا هو ده شكلها كده، زي مثلا اسبانها يا سيدي ب 9 متر، وعندي ليها عرض كده لجوه اسمه بي اللي هو العرض اللي موجود عندي، وادي مين الشكل ايه بتاعها، تمام كده. طيب السؤال بقى قال لك افرض انا زي مثلا قطعت في الحته دي او في الحته دي او في الحته دي، وعايز عند المنطقه دي بالتحديد اعرف قيمه القوه الداخليه بكام. لك ماشي، ايه اصلا يا سيدي الفاضل او استاذي ايه القوه الداخليه دي؟ يعني هي عباره عن ايه؟ كم قوه؟ تمام كده عشان اقدر اقول دي اسمها القوه الداخليه. فلو جينا كده اتناقشنا مع بعض نلاقي ان القوه الداخليه دول يا جماعه عباره عن 3 حاجات، تمام كده. يبقى القوه الداخليه والكلام ده نركز فيه جدا من فضلك، خلاص، لان زي ما بقول كل موضوع بسؤال في الامتحان، يعني مش ما بنتكلمش في ايه، لا يعني اذا هتلاقي لازم سؤال عندي على الايه، على الانترنال فورسز على البيمز. فركز وافهم كده القصص ماشيه ازاي. ايه القوه الداخليه اللي عندي؟ قال لك هما 3 حاجات. اول حاجه اسمها النورمال فورس، يبقى نركز كده النورمال فورس. قال لك ايه يا سيدي النورمال فورس دي؟ قال لك دي تأثير القوة الأفقية اللي موجودة عندي. لو بصينا كده نلاقي تقول لي قوة أفقية، قال لك اه، قال لك افترض يا سيدي إن دي الكاميرا اهي، ده إيليمنت منها، تمام كده؟ لما بتكلم على القوة الأفقية يعني أنا بشغل على المسطح اللي موجود عندي الأفقي. قال لك ماشي، وارد جدا إن القوة الأفقية اللي موجودة عندي دي تكون داخلة على الكاميرا في الشكل ده. طب هي لو داخلة على الكاميرا كده يبقى بتضغطها ولا بتشدها؟
تضغطها دكتور. حلو قوي. يبقى لو انا كده عندي ده عنصر الكاميرا وفي قوه جايه لها من ناحيه الشمال وقوه داخله عليها من ناحيه اليمين، فبتعمل ايه؟ فبنقول ان هي بتضغط على اجزاء مين؟ الكاميرا. ففي الحاله دي بتبقى اشارتها نيجاتيف، يعني احنا بنعبر عن اشاره الضغط اللي هو النورمال اللي هو الكومبريشن بتاعي بالنيجاتيف فورس. ففي الحاله دي بيبقى عندي مين يا جماعه؟ اشارتها نيجاتيف. العكس ممكن القوه الافقيه دي يا جماعه تكون خارجه من الكاميرا كده، خلاص زي ما هو واضح قدامي، يعني ادي الكاميرا الموجوده عندي وفي قوه من ناحيه اليمين خارجه وقوه من ناحيه الشمال عندي خارجه. في الحاله دي بتعمل ايه في الكاميرا؟ قال لك بتشدها. بنعبر عن الشد باشاره بوزيتيف، خلاص كده. يبقى اذا اول قوه من القوه الداخليه اللي انا مطالب ان انا اجيبها للكاميرا قال لك دي حاجه اسمها النورمال فورس عندي. يعني ايه نورمال فورس؟ خلاص كده هو المقصود بيها تاثير القوه مين يا جماعه؟ الافقيه على الكاميرا. يبقى دي اول ايه؟ اول حاجه. يبقى عندي النورمال فورس هايل. طيب تاني حاجه من انواع القوه، لو جينا بصينا كده نلاقي هما A وB وC. اول حاجه النورمال فورس، تاني حاجه بقى اسمها ايه؟ قال لك اسمها الشير فورس، خلاص كده اسمها الشير فورس. كلمه شير دي بالعربي حتى معناها ايه؟ قال لك معناها قوه القص. يبقى تاني كده كلمه شير معناها ايه؟ قال لك معناها قوه القص. يبقى تاني قوة لازم أعرفها هي الشير فورس. طب هي إيه بقى؟ إيه يا سيدي الشير فورس دي؟ قال لك بالظبط الشير دي عكس النورمال. يعني إيه؟ يعني لو أنا كنت بتكلم في النورمال على القوة الأفقية اللي موجودة على الكاميرا، فبتكلم في الشير في القوة الرأسية اللي موجودة على الكاميرا، خلاص كده؟ وبيسموها قص ليه؟ لأن لو خدت بالك لو دي الكاميرا كده بيبقى في قوة هنا عايزة تقطع او تقص الكاميرا، عايزه تيجي كده على الكاميرا وتروح جايه ايه بالطول هوب تروح قصها لك. هي دي اسمها قوه ايه؟ القص عندي، خلاص كده. طيب بنعمل ايه؟ قال لك دي لما بنيجي نرسمها او بنيجي نشتغل عليها او بنيجي نجيبها يا جماعه دايما بنبدا في شغلها من ناحيه الشمال. واختصارها بعمل ايه؟ قال لك بشوف القوه الرئيسيه اللي عندي مكانها فين او موجوده فين، وابدا امشي مع كل قوه رئيسيه، اللي طالع او اللي باصص لفوق بطلع معاه لفوق، واللي نازل لتحت بنزل معاه لتحت. ومن هنا بقدر ان انا اجيب قيمه مين يا جماعه؟ الايه؟ الشير فورس، الشكل او الدياجرام بتاعها للكاميرا مين اللي موجوده ايه عندي. بحيث بالله في الاخر ان اي قوه اترسمت لفوق طول ما انا بادئ من الشمال اشارتها بيبقى بوزيتيف، واي قوه بصل تحت طول ما انا بادئ من الشمال بيبقى اشارتها ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. واكيد عكس لو انت بادئ من ناحيه اليمين بتعكس، تمام كده؟ فدي الايه؟ القصه اللي موجوده عندك. لو انت بادئ من اليمين ونازل بيبقى ايه؟ بوزيتيف. ولو بادئ من الايه؟ زي ما قلنا من اليمين وطالع بتبقى اشارتها ايه؟ نيجاتيف. فعلى حسب الايه؟ الشغل اللي عندك. احنا بنثبت ناحيه الشمال دايما بنبدا من رسمها، فاي قوه فوق الخط او بصل فوق اشارتها بوزيتيف، واي قوه بصل تحت اشارتها ايه؟ نيجاتيف. يبقى اذا طول ما انا بتكلم على النورمال فورس فانا بتكلم على القوه الافقيه، طول ما انا بتكلم على الشير فورس فانا بتكلم على القوه مين؟ الرأسيه. الجزء الثالث والاخير اللي موجود عندي من القوه الداخليه هو البندنج مومنت، العزوم بتاعتي. تقول لي طيب انا فاكر كده ان كلمه عزم دي كلمه دي مش غريبه عليا، فاهمني؟ يعني انت بالنسبه للنورمال والشير ماشي، دي القوه الافقيه شفناها اللي هي القوة الأفقية على الكاميرا، والقوة الرأسية كان زي الحمل المركز والحمل الموزع اللي احنا ايه بنشتغل عليهم أو بنحولهم. وآخر حاجة كنت بتقول لي العزوم أو المومنت، كنا بنقول العزم ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ عشان أعرف أجيبه أو عشان أعرف أشتغل عليه. مجموعة دوران حول نقطة دكتور؟ تمام. هو إيه يا جماعة؟ مجموعة دوران، أو بشوف عندي هنا النقطة دي بتلف، او الكاميرا دي لو لفت بتلف ازاي. طب السؤال كان بتساوي ايه بقى عشان اعرف اجيبها؟ مجموع العزوم حوالين النقطه بتساوي صفر. حلو، خلاص بتساوي صفر. اجيبها بقى ازاي؟ ابدا بقى اخد العزوم دي بعمل ايه؟ القوه في طول الذراع بتاعها. الله ينور عليك. الله ينور عليك. يبقى القوه فين؟ في المسافه. القوه في طول ذراع العزم ايه اللي عندي.
ولو بتكلم على الكاميرات فبنأكد تاني وبنحدد، فهنا بتكلم على انهي قوه تحديدا، يعني انهي قوه اللي تجيب لك العزم، الافقي ولا الرأسي؟ القوة الرأسية. الله ينور عليك. هل الافقيه بتأثر معاك في المومنت هنا؟ لا. لا تمام كده، طول ما هي في نفس مستوى الكاميرا، يعني طول ما القوه الافقيه دي في نفس مستوى الكاميرا او بتمر بخط عمل الكاميرا يبقى ملهاش، لكن لو طلعت فوق شويه كده وبقى ليها تاثير اتنقلت لفوق، يبقى ليها تاثير نتيجه مين؟ بان لها ذراع راسي. ولكن في الغالب زي ما قلنا يبقى انا بتكلم ان هنا القوه المقصود بيها ان انا عشان يبقى في عزم فبقول مين يا سيدي؟ قوه راسيه في مسافه افقيه، والعكس او قوه افقيه في مسافه راسيه، ينتج لسعادتك مين هنا عندي؟ البندنج مومنت اللي موجود قدامك ده. طيب ركز بقى كده معايا. بنيجي نقول يا شباب المومنت بتاع حضرتك ده خلاص اصبح ان هو هيدور او يلف الكاميرا زي ما هو باين قدامك ده، يعني لو في نقطه معينه اهي هنا او هنا او هنا وات ايفر خلاص كده، هلاقي ان المومنت لما بيجي كانه يا جماعه بيمسكها كده وبي زي ما انا عامل كده بالظبط، كانك ماسك حاجه في ايدك وبتلفها او عايز كانك تكسرها خلاص. فبلاقي نفسك انك بتعمل انك بتيجي على الجزء اللي تحت من الكاميرا ده كانك بتعمل عليها شد، ما هو اصبح ده اتجاه مين؟ المومنت بتاعك. فكانك بتشد الجزء التحتاني من الكاميرا وتيجي فوق على الحته دي تضغط الجزء مين؟ الفوقاني. بالظبط زي ما اقول لك لو مسكت كتاب في ايدك او مسكت اي حاجه في ايدك وعوزت تعمل المنظر ده بالظبط، كان ايديك هي الايد اليمين والشمال واللي في النص ده اي حاجه، كتاب يا سيدي وات ايفر، فاهمني؟ وعملت نفس الشكل ده هتلاقي نفسك بتشد الجزء التحتاني وبتضغط الجزء الفوقاني عشان تعمل المنظر ده. طيب ففي الحاله دي بنقول ان دايما انا بعبر عن اتجاه الشد باشاره بوزيتيف زي ما احنا قلنا فوق اهو خلاص كده، شد بوزيتيف والضغط نيجاتيف. السؤال انت شادد هنا اني جزء من الكاميرا، الجزء التحتاني ولا الجزء الفوقاني؟ يا دكتور معلش قول. هو هنا دكتور مش المفروض ان يعني انا شايف ان الصوره ان هنا المومنت في الاول بيضغط لفوق وهنا المومنت بيضغط لتحت؟ لا ركز يا ريس ركز يا حاج، انا الاتجاه واحد اهو، زي ما بقول لك امسك حاجه بايدك واعمل فكره الروتيشن دي، هتلاقي نفسك بتعمل بتشد في ايديك الاثنين يمين وشمال كانك لف كده، زي ما بقول لك لف بشكل كانك بتلف كده وكانك بتلف كده، فانا بشد هنا في الحته دي وبشد في الحته دي، يبقى انا بشد في الجزء التحتاني كله من الاول للاخر وبضغط في الجزء الفوقاني كله. وزي ما قلنا والدليل على القصه دي ان نتيجه اللف بتاعك ده الجزء اللي تحت كله بقى محدب والجزء اللي فوق بقى مقعر، عمر الجزء ده ما يبقى مقعر كده غير لما تضغط عليه تمام كده. فانت هنا كانك زي ما قلنا بتشد ناحيه اليمين وناحيه الشمال تمام كده. فزي ما قلنا الشد هنا موجود فين؟ تحت. يبقى اذا لو انت اي مومنت مرسوم تحت اشارته بتبقى بوزيتيف. طب العكس لو المومنت اتجاهه كده زي ما احنا عاملين كده عكسنا، بقى عندي الشد فوق والضغط تحت، وادي زي ما قلنا بناكد الكلام بقى الجزء اللي ناحيته ضغط بقى مقعر والجزء اللي ناحيته شد بقى محدب، فاذا الشد بقى فوق يبقى انا بتكلم عن نفس القصه، يبقى الجزء التحتاني ده حصل له ضغط فبقى عندي يا سيدي الفاضل؟ بقت اشارته نيجاتيف. يبقى على حسب الاتجاه، فانا بطلع بقى من هنا باستنتاج بقول ان لو انا ماشي على واحده من دول او على شكل من دول، اي مومنت حصل له عندي هنا شد وكان اتجاهه لتحت بديله اشاره مين؟ بوزيتيف. واي مومنت لو حصل له ضغط بنفس الاتجاه برسمه فوق وبديله اشاره نيجاتيف. يبقى على حسب مين؟ الاتجاه او القصه اللي عندي. طيب اجي بقى واحد يقول لي ايه فايده الكلام ده كله؟ يعني في الحقيقه ايه الفايده من كل الكلام اللي احنا عاملينه ده؟ لو جينا انت كراجل زي ما اتفقت معاك، انت كراجل في قسم باور تمام؟ ايه الموضوع ده هيفيدني في او قصته ماشيه ازاي؟ في بعض الاحيان بنيجي نقول زي ما قلت لك قبل كده انك بتيجي تشتغل تمام، فوارد جدا ان وانت بعد خلاص يعني انت راجل طبعا بتدخل اسلاكك وبتمشي فاهم كابلاتك والكلام ده، وهو طبعا قبل ما يصبوا الخرسانه تمام كده، بعد كده بتطلع المخارج بتاعتك ايا كان زي ما قلنا من كاميرات او من بلاطات او وات ايفر
فبتلاقي نفسك في بعض الاحيان هو الحديد ده وضعه مظبوط؟ لازم يكون عندك الدرايه او الفكره بان بالفكره الانشائيه ماشيه ازاي، لان انت اصلا في الاصل انت بتمشي كابلاتك دي على ايه؟ قال لك على الحديد اللي موجود، فلازم ابقى فاهم الحاجه اللي انا همشي فيها كابلاتي دي البيهيفير بتاعها عامل ازاي؟ ما هو مش اي حاجه، احنا مهندسين فاهمني؟ فابقى فاهم الليله كلها من اول فروم اي تو زي زي ما بيقولوا، من اول جمله فيها لاخر حاجه فيها، حتى بعد كده. طب التشطيب، طب هو التشطيب ده بيبقى عامل ازاي؟ طب ده هيأثر عليا في الكهرباء ولا لا؟ ابقى فاهم الليله كلها ماشيه ازاي. فبنيجي نقول يا شباب ان الكاميرات دي لو بصيت كده قدامك هنا فيها نوعين من التسليح او نوعين من الحديد. لو بصيت قدام سعادتك كده تيجي تلاقي فيها اسياخ اهي موجوده عندي لفه حوالين الكاميرا كلها، اهي 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 بالشكل ده، حديد لفف حوالين الكاميرا تمام موجوده اهو عندي اسياخ عدله، وفي ايه حاجات لفه كده عليها بالطول، حاجات كانها مغلفه الكاميرا كده ماشيه اهي 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 اهي. يبقى تسليح كاني اقدر اقول تسليح افقي موجود معايا وتسليح ايه راسي ماشي معايا بالشكل ده. التسليح الراسي ده اللي هو لافف على التسليح الافقي، لو واخد بالك كده تيجي نلاقينا عاملين ايه التسليح الافقي ده تقيل شويه وده اخف منه بشويه. خلاص كده دول النوعين الحديد اللي موجودين عندي. قال لك ايه يا سيدي النوعين دول؟ قال لك التسليح دي هي اسياخ زي ما اكيد كلنا شفنا اسياخ تسليح عدله. قال لك المسؤول عن ايجاد اسياخ التسليح العدله دي حضرتك هو العزم اللي هو المومنت مع النورمال الاثنين مع بعض، يعني الاثنين دول او التو بيهيفيرز دول هم اللي بيجيبوا لك قيمه الحديد ده قد ايه. يقول لك والله الحديد ده مثلا ثلاث اسياخ في الكاميرا، الحديد ده اربع اسياخ في الكاميرا، اللي مسؤول عن ايجاد قيمهم هو النورمال والمومنت عندي. قال لك ماشي، ولذلك زي ما قلنا كده يبقى هي دي ايه القصه مين اللي عندي. طيب نيجي نلاقي طب التسليح اللي لافف عليهم دول، وبالظبط ده بنسميه كانات. ايه الكنات دي؟ قال لك الكنات دي لو يعني زي ما نقول كتير اللي فينا مثلا يبقى ماشي كده ويلاقي عربيه حديد محمله فيلاقيها فيها اسياخ كده بالطول بطول العربيه، وفوقيها كده في بكره مدوره ملفوفه. البكره دي يا جماعه هي من المقصود بيها او اللي بنقول بيها هي مين؟ الكنات اللي موجوده عندي. الكنات دي بتبقى لفه على الحديد. طب ايه فايدتها دي يا عم؟ قال لك العكس بقى، دي بتقاوم العنصر الثالث عندي، بتقاوم الاحمال الراسيه اللي هو بتقاوم الشير ايه فورس. يبقى اذا المسؤول عن ايجاد قيم الكنات في الكاميرا هو مين حضرتك؟ الشير فورس. والمسؤول عن ايجاد اسياخ الحديد اللي موجود عندي اللي بنسميها الستريت بارز هو مين حضرتك؟ النورمال ومين والمومنت. وممكن اجي اسالك في الامتحان سؤال نظري على الكلام ده، هو مين اللي بيقاوم ايه؟ يبقى انت فاهم القصه ايه اللي عندي. تمام كده؟ يبقى اذا باختصار هو ده فايده كلام النهارده، ايه فايده لما انا اقول الانترنال فورس عندي على الكاميرا؟ ان ابقى عارف كل نقطه من النقط دي وضعها ايه؟ وقصتها ماشيه ازاي؟ وقيم الاسياخ اللي موجوده عندي اذا كانت اسياخ افقيه او اذا كانت الكنات اللي لف عليها قيمها بكام؟ والا ابقى انا كده ايه؟ مش فاهم القصه ايه؟ ماشيه ازاي؟ ابقى فاهم الموضوع اللي عندي لما اجي احط كابلاتي انا ماشي فين والموضوع ايه؟ عامل ازاي؟ تمام؟ طيب يجي بقى ايه؟ ناخد اكزامبل ونطبق بقى الكلام اللي احنا ايه؟ بنقوله مع بعض ده، نشوف وضعه ايه او قصته ايه ماشيه ازاي. تمام كده؟ طيب يجي يقول لك ايه هنا بقى، ركز كده معايا عشان الموضوع هنا ايه مهم بقى، نبدا نشوف القصه دي عامله ازاي. طيب جه راجل عامل ايه؟ قال لي سعادتك والله انا مدي لك كاميرا بالشكل ده. تمام كده؟ الكاميرا دي زي ما هو باين كده لحضرتك بتتكون زي ما هو واضح كده قدامي، الكاميرا دي عليها حمل موزع من الاول لاخر، من اول نقطه لاخر نقطه عليها حمل ايه موزع زي ما هو باين قدامك كده. قال لك ماشي، هاي الحمل الموزع ده قيمته 15 كيلو نيوتن على المتر. قال لك ماشي، وفي عندي حملين مركزين، واحد عندي هنا على بعد 2 متر قيمته 30 كيلو نيوتن، وواحد على بعد 4 متر من البدايه قيمته برضه كام؟ 30 كيلو نيوتن. قال لك هاي تمام كده. طيب رجع بعد كده قال لك عندي هنا في الاول سبورت اسمه رولر سبورت، الرولر سبورت ده ليه كام رياكشن؟ رياكشن واحد.
حلو قوي. وفي اتجاه مين؟ الواي. وراجل مديهولي ب 65 كيلو نيوتن، قال لك ده مديهولي يعني ده جيفن في المساله هنا. بس هفهمك بعد شويه حاجه تانية. تمام، مشينا عند تاني سبورت. السبورت ده اسمه ايه؟ هنجد سبورت. هنجد، يبقى الهنجد ده عنده اثنين رياكشن، واحد في الواي قيمته 130 وواحد في الاكس هنا قيمته زيرو، مش موجود يبقى بزيرو. لك هاي الرياكشن الثالث او السبورت الثالث ده اسمه رولر، وعنده رياكشن واحد في اتجاه مين؟ الواي، وقيمته 15 كيلو نيوتن. لو جينا اتناقشنا ان ده عنده مجهول وده 2 يبقى 3 وده مجهول يبقى 4، زي ما اتفقت معاك 4 وانا عندي 3 معادلات يبقى المجهول ازيد بواحد، فغصبا عنك تلاقي هنا انترميديت هنش اهي موجوده فين؟ عند نقطه سي اللي موجوده ايه قدامك. قال لك يبقى كده مظبوط. طيب احنا بقى في الامتحان بنعمل ايه؟ قال لك ممكن اجي ادي الكاميرا دي سعادتك نظيفه فاضيه، يعني الرياكشن دي ما اجيبها لكش خالص، وسعادتك هتعمل ايه؟ انت اللي هتجيب لي قيم الرياكشنز دي. يبقى عشان اصلا تحل الانترنال فورسز يبقى غصب عنك الاول تروح تجيب لي قيم الرياكشنز على الكاميرا وتجيبها وتبدا انك تشتغل ايه المطلوب منك. خدت بالك بقى؟ يبقى اذا كان ممكن كل اللي فات ده يخدمني عشان بس اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ده انا هبدا ارسم الانترنال فورسز على مين؟ على الكاميرا دي. يبقى ادي فرق قوي ما بين القصه دي. هل الرياكشنز جيفن؟ تسال نفسك السؤال ده. وهل الراجل مدهاني؟ مدهاني. طب يا عم كتر خيرك، شكرا. يبقى انا ابدا على طول ايه؟ ارسم او ابدا ايه؟ اشتغل عندي هنا. لا مش مدهاني، فتروح بقى حضرتك تقول له والله ناخد سيجما المومنت عند السي رايت، فمنها طلع الايه؟ قيمه مين هنا عندي؟ الواي اللي موجوده ايه؟ عندي هنا. وهكذا ابدا بقى ايه احط ايه عندي ايه قواعدي، او ابدا مين ان انا ايه اشتغل القصه مين اللي موجوده ايه عندي. ولكن احنا ريحناك زي ما قلنا وجينا قلنا ايه هنا عندي ادينا لك الايه القيم جيفن زي ما هي ايه موجوده قدامك. تمام كده؟ طيب يبقى انا وفرت عليك واديتك الرياكشنز جيفن علشان ايه ما كررش بقى ما غلطش وما كررش غلطي تاني. ولكن عادي جدا ممكن في الامتحان تجي لك من غير الرياكشنز الجيفن دي. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ نركز كده مع بعض عشان زي ما قلنا انا النهارده بالظبط انا برسم، يعني الحسابات حساباتي وانا شغال، لكن هي اصل او الفاينل برودكت بتاعي زي ما كنا جينا قلنا الاسبوع اللي فات انا بقول في الاخر واي اي بتساوي موجب 5 طن وبصل فوق واحطها في مربع، ده كان الفاينل برودكت بتاعك. الفاينل برودكت بتاعي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن رسمه بالشكل ده. طيب فنركز كده مع بعض. اولا الماده دي عشان بتتجاوب يعني بتتجاوب كلها بالقلم الرصاص، محدش بيجاوب بجاف يعني، فاهمني؟ فبنعمل ايه؟ قال لك هتيجي الكاميرا دي كده تروح ترسمها، تاخدها كده من ورقه الاسئله تحطها في ورقه الاجابه، ترسمها زي ما احنا ايه جايين مدينها لك كده. قال لك هايل، حلو قوي، كلام لطيف. هرسمها بشكلها، قال لك بالملي، بشكلها كده من ورقه الاجابه بنقله كوبي بيست بالمسافات بكل حاجه بالنقط اللي اسمها A وB والاحمال والكلام اللطيف اللي عندي ده كله. قال لك هاك بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ قال لك هتيجي عند كل مسافه وتاخد خط راسي، يعني ابدا كده واخد هنا خط راسي كده بالطول، وابدا هنا الاقي في مسافه ب 2 متر اخد خط راسي بالطول، وادي عند 2 متر مسافه ثانيه، 2 متر مسافه، 2 متر مسافة و2 متر اقفل، خلاص. يبقى اخد خطوط رأسية منين؟ في صفحة كده، كأني برسمها في صفحة لوحدها، خطوط رأسية بالطول. قال لك ماشي. أجي بعد كده إيه؟ قال لك أنا لما هاجي أسألك هقول لك إيه؟ هقول لك درو ارسم النورمال فورس دايجرام، يعني الدايجرام أو الكيرف بتاع النورمال فورس، ارسم الشير فورس دايجرام، يعني الدايجرام بتاع الشير فورس اللي هي قوة القص، ارسم البندنج مومنت دايجرام، يعني الدايجرام او الكيرف بتاع مين يا جماعه؟ البندنج مومنت. ده السؤال بالظبط كده. درو ان اف دي اختصار للنورمال فورس دايجرام، اس اف دي شير فورس دايجرام، بي ام دي البندنج مومنت دايجرام. دي كده القصه ايه اللي عندي. طيب نبدا اول حاجه، انا عندي خطوط راسيه كده، اخد خط افقي اولاني كده واكتب بره النورمال فورس داجر. قلنا النورمال دي بتيجي من انهي قوه؟
نفقية. حلو. هل انت شايف حضرتك او حد شايف؟ انا مش عارف، انا حاسس ان مفيش حد دايما يعني بيرد عليا غيرك تقريبا، فتمام. طيب هي قوة، هل المسألة دي باينة كده قدام حضرتك هي فيها اي قوة افقية؟ لا ها، لا هو المفروض فيها فعلا عند نقطة مين؟ بي، ولكن بكام؟ بزيرو. يبقى اذا الكاميرا دي كده ما بيأثرش عليها اي قوة افقية، يبقى النورمال فورس دايجرام بزيرو ليها. خلاص تقول لي ايه ده؟ خلاص كده اقول لك اه خلاص، يبقى تقول لي ايه؟ بزيرو. تكتب لي كده ادي الخط الافقي اللي انا مشيت عليه، حط لي عليه دايره كده، فانا الدايره دي فهمت ان ده كده كله كام؟ بصفار. تقول لي يعني لو المساله دي عليها 10 درجات انا كده خدت 3، اقول لك اه خدت تلتها على طول على الايه؟ على الزيرو اللي انت حطيته ده. تقول لي طيب والله ده كلام لطيف. طيب اجي تاني حاجه، الشير فورس دايجرام. وقلنا في الشير فورس دايجرام انا عيني على انهي قوه تحديدا؟ على الشمال القوه ايه؟ الرأسيه. هايل جدا. قلت لك هنبدا نرسم الايه؟ الشير ده من ناحيه الشمال، وبنقولها كده بايه؟ بحاجه دايما تفضل معلقه في دماغك. انت هتبدا من الشمال، هتعمل ايه؟ قال لك هطلع مع القوه الطالعه وانزل مع القوه النازله. حلو الكلام كده؟ قال لك والله هايل، كلام لطيف، يعني كلام ايه؟ سهل ودارج كده ان انا اعرف ايه اشتغل عليه. اطلع مع القوه الطالعه وانزل مع القوه النازله. قال لك ماشي. طيب تعالى يا عم نبدا من ناحيه الشمال عند نقطة A. أول حاجة عند نقطة A دي، هل في قوة رأسية؟ ايوه في اللي فوق حلو حلو. قيمتها بكام الأول؟ 65 لفوق ولا لتحت؟ لفوق. حلو أوي. يبقى جاي عند نقطة A دي واطلع بقيمة الكام؟ ال 65. قال لك هايل زي الفل، هفضل أمشي 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 لحد الخط الرأسي اللي أنا رسمه. انا راسم الخط الرأسي هنا في نهاية الاتنين. قال لك حلو، يبقى انا عايز اقف عند نقطة اتنين دي واحسب القوة الرأسية ماشية او عاملة ازاي. قال لك ماشي، من اول النقطة دي لحد النقطة دي انت فوق ب 65 كيلو نيوتن. لما تمشي كده ايه اللي قابلك من النقطة دي للنقطة دي؟ ايه اللي اتغير عليا او طول ما انا ماشي ايه اللي بيقابلني؟ حمل موزع و30 كيلو نيوتن. حلو قوي. يبقى اول حاجة بس في حمل موزع عند النقطة دي. قال لك هايل، الحمل الموازي ده اتجاهه لتحت ولا اتجاهه لفوق؟ لتحت. حلو قوي، يعني عايز ينزلك. ركز معايا، يبقى عايز ينزلك. عايز ينزلك قيمة بكام؟ قال لك والله الحمل الموازي ده قيمته 15 كيلو نيوتن. مظبوط. لحد ما تمشي من هنا لهنا فانت مشيت 2 متر. يبقى لحد النقطة دي بقت 15 في 2 ب 30 كيلو نيوتن لحد النقطة دي بالظبط. يبقى اصبح الحمل الموزع عايز ينزلك 30 كيلو نيوتن. قال لك هايل، وانا اصلا فوق بكام؟ قال لك ب 65. يبقى عقبال ما اوصل للنقطه دي هبقى بقيت كام؟ قال لك انا ماشي هنا ب 65، هفضل طول ما انا ماشي انزل 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 لحد ما اوصل للنقطه دي. لحد ما اوصل للنقطه دي هلاقي نفسي قلت 30. ايه ال 30 دول؟ قيمه ال 15 في الاثنين، وانا اصلا فوق ب 65. فيبقى لي كام من ال 65 دول؟ قال لك يبقى لي 65 ناقص ال 30 اللي هم 15 في 2، يبقى لي كام يا سيدي الفاضل؟ 35 كيلو نيوتن. يبقى فهمت كده ال 35 دي جت ازاي سعادتك؟ جت عن طريق ال 65 ناقص ال 15 بتوع الحمل الموزع في المسافه الاثنين اللي عندي دي. تمام كده؟ قال لك هاكي. طيب جه البشمهندس قال لي لا، هو وانت واقف عند نفس النقطة دي في كمان 30. اقول لك حلو، بس انا وصلت خلاص للخمسة وكام؟ و30. تمام؟ في 30 عايزة تنزلك، وانت اصلا فوق بكام دلوقتي؟ ب 35. يبقى لك كام من ال 35؟ خمسة. خمسة. الخمسة دي فوق ولا تحت؟ خمسة دي تحت. لا فوق فوق فوق. خمسة فوق. عرفت منين؟ عشان خاطر هي يعني انا بطرح ال 35 اللي فوق اللي هم اللي جايين من ال 65 ناقص ال 15 في الاثنين. أيوة. ناقص ال 30 اللي لتحت. الله ينور عليك. ف 35 فوق ناقص 30 تحت. الله ينور عليك. يبقى انا ايه؟ انا لسه ب 35 فوق هنا، وانا عايز انزلك بحمل مركز قيمته 30. قال لك يبقى فوق ب 35 وتحت ب 30، يبقى كام؟ 5. والخمسه دي فين يا سيدي الفاضل؟ لسه فوق. مفهوم كده؟
تمام؟ حد عنده مشاكل؟ طب هو انا دكتور برسم بكتب كل اللي انا كاتبه على الرسم هنا ده كله انا بكتبه ده؟ طبعا كل نقطة واقف عندها بتكتب عليها زي ما انا عامل كده بالملي، والا ايه فايدة؟ ما هو معناها ايه internal force؟ معناها ان انا لما عاوز اقطع عند اي مكان فين في الكاميرا اي خط من دول اعرف قيمة المومنت والنورمال والشير بكام. ده اللي مقصود بيه. وهي دي 35 ولا 5 طيب؟ يا حبيب قلبي فوق 35. تمام انا فاهم، بس الارتفاع ده دلوقتي احنا كاتبين عليه 35 و5. ايوه ما هو القيمتين، القيمه اللي فوق ب 35 والقيمه اللي تحت ب 5. انا هنا مش بقيس يا باشمهندس القيمه بكام، خلاص كده انا بحط النقط هنا واقول قيمتها. يعني قيمه النقطه دي 35 والنقطه اللي تحت دي قيمتها بكام؟ ب 5. طب الدروب ده حصل ليه؟ نتيجه وجود كونسنتريتد لود اللي موجود قدامك ده. فكل ما تلاقي كونسنتريتد لود تلاقي الدروب ده، تقول لي يعني ادي واحد تاني اهو قيمتين. يبقى دايما اي كونسنتريتد لود طالما في حمل ماشي معايا من الاول ديستريبيوتد لازم تلاقي عنده الدروب ده. ماشي كده؟ انا دكتور بمعنى ان انا بحسب كل دروب عند بين كل نقطتين متتاليتين. انت عشان ما تحيرش نفسك عند ايه، كل ما تلاقي المسافات دي اللي انا حددها لك جيفن بتحسب عند كل نقطه فيه. بس دكتور حضرتك يا حبيبي معلش عايزني حضرتك، هو الديستانس اللي انا بطلع بيها يعني مثلا عند 65 بدات؟ لا 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 فاهمك. بص انا كل اللي يهمني هنا انك بس تقول لي ان اكيد المسافه ال 65 اكبر من المسافه دي بس. تمام. لكن بكام بقى؟ بواحد سنتي عملتها، عملتها بنص، ما يفرقليش تماما خالص. يعني بحيث ان انا باين لحضرتك شويه يعني. الله ينور عليك بالظبط كده. تمام. بس كقيم ايه تقريبيه والله فاهم حاجه كده بالسنس مش اكتر ولا اقل. ولكن عملتها لي بسنتي ماشي، عملتها بنص اللي يعجبك يعني. تمام. طيب انا هنا بقول ايه رسم ايه تو سكيل، انا مش بقول رسم سكيل اكزاكت، ولكن مثلا هنا مثلا كلها باتنينات يبقى كل المسافات قد بعضها. عايز تاخدها ب 2 سنتي ماشي تاخدها بسنتي، اهم حاجه المسافه دي تبقى كلها قد بعض طالما انا هنا ايه عاملها. طب لو مديك ده بواحد يبقى ده اصغر من ده بشويه، ولكن مش هقعد اقيس وراك يعني في الامتحان. خلاص انا يهمني القيم اللي انت حاططها دي، هي دي المهم الشكل ده. طيب فوقفنا لحد هنا ان انا هنا بكام؟ بخمسه. قال لك ماشي يلا خش على النقطه اللي بعدها. فين النقطه اللي بعدها؟ اهي. طيب عقبال ما تمشي من هنا انت بخمسه فوق دايما ايه بقى في دماغك كده، ما تمشي من هنا لهنا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيتغير؟ هتلاقي ايه من النقطه دي للنقطه دي؟ حمل الموزع. حمل الموزع قيمته كام يا عم؟ 15. والمسافه دي بكام؟ ب 2، يبقى ب 30. ال 30 دي بتنزلك ولا بتطلعك؟ قال لك بتنزلك. وانا اصلا فوق بكام؟ ب 5. ركز، يبقى انا فوق ب 5 وعايز انزلك 30، هيبقى كام؟ 25 لتحت. 5 الله ينور عليك، يبقى 25 لتحت. يبقى واحد جاي هنا عند النقطه دي وعامل ايه؟ وحاطط كده نقطه 25، بوصل طبعا مين؟ النقطه دي بالنقطه دي. عشان انت فاهم الكلام ده جه منين. انا هنا عندي النقطه دي جبتها 65، وهنا 65 نقطه بس وصلت بين النقطتين بخط. تحت بقيت فوق هنا بخمسه، وبقيت حطيت هنا بكام؟ 25، وصل النقطتين دول مع بعض. طيب اتحت ب 25 وفي كونسنتريتد لود عايز ينزلك ب 30، يبقى 25 تحت و 30 لتحت، يبقى اذا انزل لتحت بكام؟ ب 55. يبقى ادي الدروب اللي بنقول عليه، يبقى ادي نزلت اهو هنا هوب كده بقيت كام؟ 55. عظيم؟ في مشاكل؟ تمام. تمام. طيب من النقطة ال 55 أو من النقطة دي للنقطة دي إيه اللي هيحصل؟ في إيه؟ برضه حمل موزع. في برضه حمل موزع، قيمته 15 في 2 يبقى بينزلك لتحت ب 30، وأنت أصلاً تحت بكام يا سيد الفاضل؟ 55. حلو قوي، يبقى اذا النقطه دي كده بقت ب 85، اللي هي 55 زائد الحمل الموزع 15 في 2 ب 30 فيديني 85. اوصل النقطه دي بالنقطه دي بخط كده بالقلم الرصاص طبعا. طيب انا تحت ب 85 الاقي في ايه هنا بقى في الحته دي كده؟ ده ايه الاخر ده؟ 130 بالظبط اللي انا ايه جبته، وقيمته 130 طن لفوق. فهمت هنا ايه فايدة لما انا بحدد على الرسمه الاتجاهات بتاعه الرياكشن؟ يبقى فايدتها وانا ايه وانا برسم الايه الانترنال فورس لازم تفيدني. لقيت نفسي عند السبورت ده عايز 130 فوق وانا اصلا تحت ب 85، فاطرح 130
ناقص 35 تديني 45 ايه لفوق. تمام كده؟ في اي مشكله في القصه دي؟ لك لا كده الدنيا زي الفل. اخر او نقطه اللي قبل الاخير، لما تمشي من هنا لهنا انت ب 45 لفوق هتلاقي ايه؟ هنلاقي برضه الحمل الموزع ب 15 في 2 يديني كام؟ 30 لتحت. وانا اصلا فوق بكام؟ ب 45، يبقى 45 فوق ناقص 30 تحت يديني 15 لفوق عند الانترميديت هيتش. واخر حاجه انا 15 فوق ماشي؟ طب من هنا لهنا في ايه؟ من نقطة سي لنقطة دي في ايه؟ حمل موزع. حمل موزع. حلو قوي، حمل موزع ده ب 30 لتحت وانا ب 15 فوق، يتبقى كام حضرتك؟ 15 لتحت. 15 ايه؟ تحت ولا فوق؟ تحت. 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 مع ال 15 رياكشن اللي جاي هنا تقفل المسألة عند الكام يا أستاذ؟ عند الزيرو. زيرو. الله ينور عليك. تقول لي ايه؟ يبقى إذن لازم مسألة الشير فورس دايجرام دي هندسة تقفل عند الزيرو. لازم. وده بقى بعتبره اللي كأنه اللي تشيك ليا. لازم أقفل عند الصفر. ما عنديش كلام تاني. يبقى أروح جاي عند النقطة هنا كده وأقفل عند الكام؟ عند الزيرو. أقول لك شكرا. كده أنا قفلت عند إيه؟ عند الصفر. فكأن ده بيعتبر إيه؟ تشيك بالنسبة لي إن أنا بقدر إن أنا إيه؟ أشتغل عليه زي ما هو إيه؟ زي ما هو باين كده إيه؟ قدامي. تمام كده؟ في اي مشكله؟ حد عنده مشاكل؟ ناحيه اليمين يا دكتور. ايه يا حبيبي؟ لو بدات من ناحيه اليمين برضه العكس بقى، يبقى انت ايه العكس فاهمني، بس انا مش تطلع العكس بقى، يبقى عندك من ناحيه اليمين ده طالع يبقى ترسمه نازل لتحت هتعكس، فليه ما تلخبطش نفسك وخليك فين في ناحيه الشمال، تطلع مع الطالع وتنزل مع النازل. تمام كده؟ يعني هو انا يا دكتور لو مشيت من على اليمين بنفس الاتجاهات بتاعتي هتطلع غلط؟ لا ما لا طبعا تطلع غلط، ما هو شرطي من اليمين تعكس. تمام. اللي طالع تخليه نازل واللي نازل تخليه طالع. اصل لو انا مشيت بنفس الاتجاهات هتديني زيرو في الاخر برضو. طبعا. ما فيهاش كلام. ده اللي تشيك بتاعك تلاقي اهي 65 لفوق تقفل مع ال 65 الثانيه دي. فخلاص. تمام. طيب نيجي بقى ايه؟ الحمد. نعمل ايه؟ نعمل دايره تقريبا او حاجه زي كده. في النورمال قول لي يا عم اكتب لي عليها زيرو او اعمل لي دايره عليها كده على الخط الافقي افهم كده ان ايه ان ملهاش قيمه يعني. على الرسمه الاولى ولا على الرسمه الثانيه؟ لا 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 كل واحده برسمتها. ما انا عندي في الاخر عايز اشوف ثلاث رسومات. الاولانيه مش موجوده لان خلاص بصفر. فتروح اعمل لي ايه كتب لي عليها زيرو خلاص. فهمت انا كده. تمام. طيب نيجي بقى لاخر حاجه البندنج مومنت دايجرام. قيمة المومنت اللي عندي. طيب هنعمل ايه؟ ركز قوي هنا معايا عشان الموضوع ده مهم. في نقط هتاخدها كده هدية في الامتحان. يعني كأني انا المفروض احسب المومنت او لو جينا بصينا على الشيء انا حسبت المومنت عند كام نقطة دي؟ 1 2 3 4 5 6. 6 نقط حسبت عندهم الشيء وزيهم 6 نقط هنحسب عندهم المومنت. قال لك بس الميزة بقى الحلوة في الموضوع ان انا اجي احسب عند المومنت عند النقطه دي ودي 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 وهكذا. في نقط انا عارف عندهم المومنت على طول. قال لك الله ايه يا عم النقط دي؟ خلاص كده لو جينا ايه نبص. حد يعرف ايه النقط دي كده من قدامك يعني من الشكل كده؟ ايه النقط اللي عندها المومنت بصفر؟ من غير ما احسب ومن غير ما اعمل اي حاجه. الاي والدي يا دكتور. حلو الاي والبي. لا هي الاي ماشي بس البي لا. طب قول الدي. الاي والدي ماشي هايل. ليه؟ اشمعنى الاي والدي المومنت عندهم بصفار؟ لان المسافه هتبقى بصفر يا دكتور. يعني لا ما اقدرش اقول ده السبب قوي يعني بس او يعني فاهم اوكي بس القصه في ايه؟ ان انا ممكن عند الدي اخد المومنت من اليمين ومن الشمال. طيب فبنقول ايه؟ انا كانت في قاعده بتقول لي ايه؟ سيجما المومنت عند السبورت ولكن وانا برسم الاسترينينج اكشن اللي مقصود او ابقى فاهم ده في الاسترينينج اكشن بس ان قصدي بالسبورت ده هو السبورت اللي على الاطراف. فلو لقيت سبورت على الطرف يعني على طرف الكاميرا سواء من الشمال او من اليمين تقول لي على طول وانت مغمض عينك المومنت عنده بصفر والمومنت عنده بصفر.
تمام؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه كانت ايه لو تفتكر؟ المعادله دي كانت بتقول ايه؟ اليمين بيساوي الشمال حوالين النقطه. حلو، يعني من الاخر سيجما المومنت عند الانترميديت هنش كانت بكام؟ صفر بالظبط. ولذلك كنت ايه قلت لك، انا بمنع ان يحصل عند الانترميديت هنش اي روتيشن. يبقى اذا المومنت عند الانترميديت هنش اللي قدامك بكام اهي؟ بزي. يبقى انت عرفت كده المومنت لكام نقطه؟ ثلاث نقط موجودين معايا، نقطه ايه بصفر، ونقطة سي بصفر. هتجيب المومنت عند كام نقطة هنا؟ هما تلاتة، النقطة دي والنقطة دي ونقطة بي فقط لا غير. فيها أي مشكلة؟ تلات نقط هنجيب عندهم الإيه؟ المومنت فقط لا غير. تمام كده؟ قال لك هاي. طيب تعالى بقى ركز معايا قوي، ركز معايا قوي في الحتة دي. عايز اجيب المومنت عند اول نقطه، عند النقطه دي كده، هتعمل ايه؟ عندك حل من اتنين، يا تقف عند النقطه دي وتاخد سيجما المومنت من ناحيه الشمال، او تقف عند النقطه دي وتاخد سيجما المومنت من ناحيه اليمين. ولازم شوف كلمه لازم دي، لازم يطلع قيمه المومنت ناحيه الشمال هو نفس القيمه اللي هتجيبها لو انت واخد المومنت من ناحيه اليمين. لازم يديني نفس القيمة، ما تتغيرش، هي. يبقى عندي تو اوبشن، ياخد المومنت شمال واجيب قيمته بكام، ياخد المومنت يمين واجيب قيمته بكام. اللي اسهل لك خدها. اكيد طبعا واضح من الرسمة دي ان الاسهل ياخد المومنت شمال ولا يمين؟ شمال. حلو قوي، يبقى نقف كده ونبص بس ناحية الشمال. ايه اللي موجود عندي او ايه القوة اللي موجودة ناحية الشمال؟ الحمل الموزع وال... ايوه والسبورت. حلو قوي، السبورت ده لو قيمته 65 وبيبعد 2 متر عن النقطه دي، والحمل الموزع اللي هو قيمته 15 في 2 وقلنا بينزل فين؟ في نص المسافه بالظبط، يعني على بعد 1 متر منين؟ من القوه دي. طيب السؤال بقى، اتفضل يا حبيبي. هو حضرتك قلت دلوقتي لو انا اخدت المومنت يمين او شمال لازم الاثنين يساووا بعض. حلو، بس انا بس المشكله بس يعني دلوقتي ده مش انترميديت هينج في البوينت اللي حضرتك واقف عليه. حلو. نعم، ولا حلو. الجزء اليمين هيساوي الجزء الشمال عشان ده اكبر، ده في كذا حمل وكذا جزء. لا 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 لا، اقف بقى هنا، هقف معاك هنا. اولا انت قلت نقطتين، دي مش انترميديت هينج. محدش قال ان الانترميديت هينج عندي هي الوحيده اللي المومنت منها بيساوي المومنت شمال. اولا انا ما قلتش كده على الانترميديت هينش، انا كنت بقول لك على الانترميديت هينش ايه المومنت منها او شمالها بيساوي ايه؟ صفر. صفر، ما قلتلكش انه قيمه. ماشي، فرق. لكن لاي نقطه ثانيه ليه قيمه، هي دي القيمه اللي انا عايز اعرفها. يبقى الانترميديت هينش هي الوحيده اللي المومنت منها او شمالها بيساوي صفر، صح؟ محدد صفر، عشان كده هنا رسمت المومنت هنا بكام؟ بصفر عليه. لكن اي نقطه ثانيه المومنت يمينها او شمالها بيساوي قيمه. ايه القيمه بقى يا باشا؟ هي دي اللي احنا بنقف عليها، ان القيمه الشمال بتساوي القيمه يمين. اجاوبك بقى في الجزء الثاني اللي انت سالتني عليه، قلت لي الله يا دكتور ده الجزء الثاني يعني اكبر بكتير وواضح. قال لك هايل، وزي ما قلنا ايه كاننا ايه داخلين رهان مع بعض، لازم هتلاقي نفس القيمه. قال لك ازاي؟ قلت لي اصل الاحمال اكبر، مظبوط، بس هتيجي تلاقي الاحمال متنوعه ما بين احمال نازله وبين احمال طالعه، فلما تيجي تاخد المومنت هنا هتلاقي اللي ايه مين اللي اكبر، اشوف هل اللي تحت ولا اللي فوق، فيديك نفس القيمه لو انت واخد ناحيه الشمال بالملي. وجرب، انا يا سيدي بقول اي كلام، بعد ما نخلص جرب كده مع نفسك وشوف هتطلع نفس القيمه ولا لا. تمام كده؟ تمام يا دكتور. حاضر. طيب نرجع بقى تاني لمسالتنا. يبقى لو انا واقف عند النقطه دي عندي مومنت، انا هاخد المومنت هنا، تقول لي يلا اضرب لي قوه في مسافه، اقول لك ماشي، يبقى 65 في المسافه بتاعتها ب 2 فيديني 130. السؤال بقى ال 65 دي، وركز قوي معايا، دي للسهم بتاعها لتحت ولا لفوق؟ لفوق. الديل اللي تحت، الراس اللي فوق. ماشي، فلو انا واقف عند النقطه دي
المومنت بيساوي 65 في 2 ب 130. لما نيجي نرسمه على وضعه كده، قلنا دايما برسم الشد تحت والضغط فوق، فدي السهم ال 65 دي لتحت ولا لفوق؟ قال لك لتحت، تمام كده؟ يبقى لو انا هرسم المومنت هنا، فكان المومنت اللي جاي عند النقطه دي قيمته بتساوي 130 وجاي نتيجه ال 65 اللي هي دي سهمها لتحت. فانت تلخص على نفسك، تقول لي المومنت هنا بيساوي كام؟ 65 في 2 ب 130، تحت ولا فوق؟ دي السهم بتاع ال 65 فين؟ لتحت، يبقى دي لتحت. شكرا. طيب القوة الثانية اللي عندي هي فين؟ الحمل الموزع اللي هو قيمته كام؟ 15 في 2 فيديني كام؟ 30. ففي هنا كده قوة رأسية ب 30 على بعد 1 متر. فلو انت واقف عند النقطة دي هتقول لي 30 في 1 فتديني 30. ال 30 بقى دي سهمها لفوق ولا لتحت؟ لفوق. حلو. أصبح عند النقطة دي في مومنت قيمته 130 اللي هو عبارة عن 65 في 2 ديل سهمه لتحت، وفي مومنت تاني ديل سهمه لفوق قيمته 30 في 1 فيديني 30. أصبحت المحصلة النهائية بكام دلوقتي؟ 100. تحت ولا فوق؟ تحت. عشان الكبير فين؟ تحت. فتروح جاي عند النقطة كده رسم لي 100 وتكتب لي 100 كيلو نيوتن في متر على اعتبار ان هو عزم، فيبقى وحدة قوة في وحدة مساحة. دكتور معلش تاني يا حبيبي تاني. انا واقف عند النقطه دي هنا خلاص كده، قيمه الاكشن عندي هنا بيساوي ايه؟ انا واقف خد المومنت، قال لك المومنت عباره عن قوه في مسافه، القوه دي 65 في 2 فيديني هنا 130. ديل سهم ال 65 لتحت ولا لفوق؟ الديل ده الديل، ها، ودي راس. الديل هنا تحت ولا فوق؟ تحت. تحت. يبقى اذا في هنا قيمه، وتقول لنفسك كده وانت شغال في قيمه مومنت ب 130 لتحت. ماشي. الحمل الموزع بتاع الحته دي جينا قلنا ركزناه في النص، فقيمته 15 في 2 ب 30، ونص الاثنين دي 1، فبقى 30 في 1 بكام؟ ب 30. ديل سهمه هنا اصبحت دي نازله كده. ديل سهمه هنا فين؟ لفوق. بقى عند النقطه دي في قيمه مومنت 30 لفوق. أصبحت المحصلة النهائية 130 لتحت 30 لفوق، يبقى أطرح ال 130 ناقص ال 30 تديني كام؟ 100. 100 مع الكبير اللي هو فين؟ ديل سهمه لتحت، فروح جاي رسمه تحت الخط بقيمة كام؟ 100 كيلو نيوتن في متر. عظيم كده؟ أدي معلش يا دكتور دقيقة، هو الحمل الموزع ده مش المفروض يبقى ديله اللي تحت برضه ينزل لتحت معاه؟ حبيب قلبي ديله إزاي يا بابا؟ فاهم؟ ده أهو حمل اهو اتجاهه كده جاي من فوق لتحت، ديله دلوقتي قدام سعادتك كده فوق ولا تحت؟ فوق. بس يبقى اذا ده اتجاهه مين؟ لفوق. لكن ده العكس، القوة اللي جاية من تحت لفوق، ديل فين هنا؟ تحت. يبقى الاتنين دول ايه؟ عكس بعض. ماشي ماشي. هي دي يا دكتور كده تمثيلا لعكس ومع عقارب الساعة؟ بالظبط، الله ينور عليك، هي دي باختصار. مين مع عقرب الساعة ومين عكسها عقرب الساعة، بس باختصار كده. تمام. أسأل نفسي سؤال، من الصفر للمية في حمل موزع ولا مفيش؟ اه في. حلو قوي. لو كان مفيش هتوصل بخط عدل ما بين النقطتين، خط كده على طول بالمسطرة. لكن لو كان في حمل موزع فتوصل بخط كده منحني كانه كيرف كده بايدك، ترسمه بايديك. بص 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 انا ماشي ازاي؟ اهو بايدي كده. يبقى كانه كيرف عندي، واخد شكل الكيرف بتاعي. يبقى تاني، انا عندي المومنت عند النقطه دي بصفر، والمومنت عند النقطه دي ب 100. ما بينهم في حمل موزع؟ اه، فبوصل بكيرف كده. اروح جاي من النقطه كده واخد كيرف كده لطيف. طب ما فيش حمل موزع؟ اوصل بخط ستريت بالمسطره. طب معلش يا دكتور كده، فلنفترض ان مفيش حمل موزع، ممكن حضرتك توصلها باي قلم من حضرتك كده عشان انا مش واخد بالي خالص؟ خط خط نقط اهو زي ده، زي الخط ده يعني، خط نازل بنفس النازله كده بس مستقيم. اه خط عدل على طول ما بين النقطتين بالمسطره. طب تسالني سؤال، هي النازله دي اعملها بايه؟ قلت لك اي حاجه، بس اهم حاجه عندي القيمه تبقى بكام؟ ب 100. بعد اذن حضرتك يا دكتور، هي القمه اللي هي ال 100 ديت، اه
اتحسبت عن اللي هو العزم بتاع ال 65 في 2 ناقص 30. الله ينور عليك، بالظبط. تمام تمام يلا نيجي للنقطة الثانية دي، عايز احسب عندها المومنت. النقطة دي نفس القصة، تقف عند النقطة تاخد المومنت شمال يا تاخد المومنت يمين اللي يعجبك. خلاص طيب، ايه رأيك ناخد شمال ولا يمين؟ شمال. حلو قوي، شمال. يلا سمعوني انتوا بقى، انا واقف عند النقطة دي، المومنت شمال يبقى بكام؟ خمسة وستين في أربعة. الله ينور عليك. تحت ولا فوق؟ الفوق يا عم. تحت 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 دي السهم فين؟ تحت. حلو قوي، يبقى عند النقطة دي في 65 في 4 تحت. حلو قوي، تطرح منه بقى كل اللي جاي بعد كده فوق. الحمل الموزع بقى عندنا، الحمل الموزع. حلو قوي، قيمته بكام؟ 4 في 30 ب 15. حلو، يبقى 15 الحمل في قيمة المسافة دي اللي هي ب 4. تمام، دي اللي فهي دي فوق. 60. ينزل 60 دي فين؟ دي اللي فوق. لا تنزل، تنزل الأول قيمتها فين؟ عند ال 30 بالظبط، في النص، في نص المسافة، نص الأربعة اللي هي بكام؟ في 2. فيبقى عندي دلوقتي 15 في المسافة ب 4، في المسافة بتاعتها بعدها عن النقطة دي بكام؟ ب 2. وزي ما حضرتك قلت كام؟ وزي ما حضرتك قلت إيه؟ لفوق. هايل. إيه تاني؟ وأنا واقف عند النقطة دي ال 30 لسه ما خدتهوش. 30 اللي هو القوة اللي عندنا اللي مرسومة. ايوه، القوة كونسنتريت اللي هي بكام؟ ب 30، والمسافة بتاعتها دي بكام؟ ب 2. تمام كده؟ المومنت ده لفوق ولا لتحت؟ لفوق. يبقى أنا عندي 2 مومنت لفوق، بتاع الحمل الموزع وبتاع القوة اللي هي بكام؟ ب 30. تمام كده؟ المحصلة بقى النهائية في الآخر، مين الكبير؟ هل ال 65 في 4 أكبر من مجموع الاتنين مومنت لفوق ولا أصغر؟ فهنلاقي، نيجي نلاقي لما اطرح الكلام ده انه بيديني 80. ال 80 دي جت منين؟ جت 65 في 4 ناقص 15 في 4 في 2 ناقص 30 في 2، يطلع لي قيمه المومنت ب 80 واتجاهه لتحت. ليه لتحت؟ عشان ال 65 في 4 هي الاكبر من الاثنين مومنت مين؟ اللي عندي. فاذا ادي قيمه المومنت عند النقطه دي بكام؟ ب 80. يبقى هنا المومنت ب 80 عند النقطة دي. يبقى لما نسألك ال 80 جت منين؟ أنت خلاص، حتى لو أنت عايز تكتب تحت النقطة كده ما عنديش مشكلة، تقول لي 65 في 4 ناقص 15 في 4 في 2 ناقص 30 في 2، ما عنديش أي مشاكل إن أنت تكتبها لي تحتها، حتى ما فيش إيه؟ أي مشكلة. فطلع المومنت هنا بكام؟ ب 80. وعندي المومنت هنا ب 100. من ال 80 ل 100 في حمل موزع ولا ما فيش؟ فيه. يبقى اوصل النقطتين مع بعض برضه بمين؟ بكيرف كده، بايدي بالقلم الرصاص. اخر نقطه نحسب عندها المومنت هي النقطه مين؟ بتاعت السبورت دي. ونفس الكلام، تقف عند السبورت وتاخد المومنت يمين او تاخد المومنت شمال اللي يعجبك. عايز تاخد المومنت يمين ولا شمال؟ يمين. خلاص، يبقى اسهل لي ناحيه اليمين، اقول لك تمام نقف هنا وناخد المومنت يمين. ها يلا سمعوني بقى، المومنت يمين هيساوي ايه؟ 15 في 4. حلو، تحت ولا فوق؟ تحت. حلو، يبقى 15 في 4 تحت، يعني كانها بكام؟ ب 60. يبقى انا عندي 60 تحت. هاب. ها في ايه تاني؟ 15 في 4 تاني في 2. ايوه الله ينور عليك، يبقى 15 في 4 تاني يديني 60، و60 دي بتنزل فين؟ في النص. طب ال 60 دي على بعد كام من السبورت بي؟ 2. حلو قوي، يبقى كام يا باشا؟ 60 في 2 ب 120. الله ينور عليك، يبقى المومنت عند الحته دي في 15 في 4 اللي هم ب 60 لتحت و120 لفوق. اصبح المحصله بكام عند النقطه دي؟ 60 لفوق. الله ينور عليك، يبقى 60 لفوق. شوف اهي عكست، ما بقتش دايما لتحت، بقت بكام هنا؟ 60 لايه؟ لفوق. قال لك شكرا، يبقى 60 هنا فين؟ عند النقطة دي. يبقى أنا هنا جبت المومنت عند النقطة دي بكام؟ ب 60. طيب من ال 60 لل 80، معلش يا دكتور ممكن تعيدها تاني؟ طب ركز كده يا جماعة مع بعض عشان مش يعني دي آخر نقطة المفروض. المومنت هنا ناحية اليمين هيساوي إيه؟ قال لك 15 في المسافة دي ب 4. المومنت دي سهمها لتحت ولا لفوق؟
اللي بيسأل يجاوبني تمام لتحت، يبقى دي 15 في كام؟ في 4 اداني 60 لتحت. طيب كمل معايا، الحمل الموزع قيمته كام؟ 15، والمسافة دي بكام يا هندسة؟ بأربعة. يبقى 15 في 4 بكام؟ هتبقى 60. ماشي، يبقى في هنا كونسنتريتد لود ب 60، بينزل فين؟ قال لك في نص المسافة، يبقى 60 في المسافة اللي عندي دي بكام؟ 2، يبقى 120. لفوق ولا لتحت حمل الموزع؟ هيبقى الحمل لا يديله لفوق. حلو قوي، يبقى انت عندك هنا مومنت عند النقطة دي فوق ب 120 وتحت ب 60، حاصل طرحهم بكام؟ ب 60، ونرسمه مع الكبير يعني فين يا باشا؟ فوق. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا. حلو قوي. بقى عندك مومنت هنا 60 فوق وهنا مومنت ب 80، ما بينهم حمل موزع، فتوصل ايه؟ بكيرف خفيف. نفس الكلام، انا عارف المومنت عند نقطة C بصفر، ما بين نقطة B وما بين نقطة C حمل موزع، فوصل هنا بمين؟ بكيرف ايه؟ زي ما انا عامل. تمام؟ ونفس الكلام ما بين السي والدي في حمل موزع، المومنت عندهم الاثنين بصفر، بس ما بينهم في حمل موزع، فوصل بكيرف ايه؟ خفيف كده ايه؟ بالشكل ده. اصبح المنظر الجميل اللي قدامك ده هو ده شكل مين يا جماعه؟ البندنج مومنت ايه؟ ده. تمام؟ في حد عنده اي مشكله؟ في اي حاجه مش واضحه؟ يا دكتور انت بس ممكن حضرتك تصحح لي معلومه، هو انا مش المفروض يا دكتور حوالين اي نقطه العزم بصفر؟ لا يا حبيب، يا حبيب قلبي الثاني، محدش قال الكلام ده، فاهمني؟ احنا بنقول حوالين الانترميديت هينش هي بس اللي بصفر، فاهمني؟ لكن كل اي نقطه داخليه ليها قيمه، ولذلك كنا بنقول ايه؟ هي القوه الداخليه بكام؟ ليها قيمه. يبقى اي نقطه داخليه ليها قيمه مين؟ عزم، وليها قيمه شير، وليها قيمه ايه؟ نورمال. تمام؟ طيب بكده يبقى احنا ايه؟ زي ما قلنا ايه؟ خلصنا اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ النهارده ان شاء الله برضه باذن الله اذا ربنا احيانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنكمل على الانترنال ايه؟ فورسز، وناخد ايه؟ اكزامبل.